لو الحكاية فيها إن فيتو. دلوقتي منظمة الصحة العالمية قالت إن كل واحد مش مرتبط هو عنده إعاقة، كنت عايزة أعرف رأيها. لا هو مش رأي مش سليم، يعني ممكن تكون عدم الارتباط ده بسبب الظروف المادية اللي بيمر بيها، ممكن يكون بيعول عيلته، ممكن أي ظروف تانية، مش لازم يكون معاق. يعني بالعكس الشباب معاق لأنها مش قادرة ترتبط. إذا نجل ناجحين في حياتهم ومتطورين وبيعرفوا يذاكروا، ممكن تكون دي فترة لحاجة أحسن، فمن شافها صراحة إعاقة صراحة. لا أنا رأيي إن الكلام ده غلط، يعني مش شرط إن واحد عشان مش مرتبط هو عنده إعاقة، ممكن مثلا واحد مش حاسس إن هو يبقى قد إن هو بعد ما يتجوز قد مسؤولياته وكده، مسؤوليات الجواز، في واحد حاسس إن هو لا مش هينجح إلا لما هو يبقى لوحده، يعني ده هيساعده أكتر. لا رأيك فيه؟ أنا أصل معظم صحابي يعني مش متجوزين، وأنا مش شايف إن هم عندهم إعاقة ولا حاجة. أنا شايفة إن الموضوع موضوع الغلا، ها؟ والعيشة اللي احنا عايشينها دي، فالشاب من دول مش ما عندوش الحماس ان هو يتجوز. تمام. يقول لك ايجار، ادفع ايجار شقة 1000 جنيه واكل مراتي منين وهيجيب لي عيال اكلهم منين وكده. تمام. فالشاب من دول انا بقول لي يلا يجوزك، بقول لي لا هجيب واحدة اشيل همها، انا مش عارف امشي بنفسي، هجيب واحدة كمان اشيل همها. لا مش محقة في كده ان هي تقول مثلا العزاب معاقين او كده. والتاني حاجه حته تاخرهم على الزواج او حته ان هم طولوا في حته العزوبيه دي مش بمزاجهم، مش بمزاج. انا مني واحد متزوج، بس انا لو عازب في اليومين دول معايا مش اقل من 10 سنين عشان اقدر اكون نفسي في ظل الغلاء، في ظل كل حاجه غاليه، مش هم. لا انا شايف ان الكلام ده غلط طبعا، لان كل واحد دلوقتي ظروفه، ممكن في ناس ظروفها ما تسمحش انه يتجوز، اي نعم، بس في ناس ثانيه ظروفها تسمح وبرضه رافضه الجواز كمبدا، انه بيتعلم لسه او لسه عاوز يعمل كارير لنفسه او كده. فانا مش مقتنع بالكلام انه ان العزاب عندهم معاك او حاجه، مش عاقه، بس في ناس بتتاثر برأي المجتمع فبيبقى عندهم مشاكل نفسيه، انما ما نقدرش نقول عاقه دي كلمه كبيره قوي. بصراحة الإعاقة حتى اللي عاملها المجتمع هو اللي معاق، فهو مش ذنب الناس. على فكرة أنا من الناس اللي بتبقى سنجلة جدا، مش عايزة أتجوز ومبسوطة جدا، مبسوطة بحياتي واستقلاليتي وحريتي، فبالتالي الناس اللي مش فاهمة كده يبقى هما الغلط. وهي حاجة مش عيب الواحد مثلا ما يبقاش حد في حياته، دي ميزة مش عيب. فهو اللي فاهم غير كده بقى يعني ربنا يشفيه ومرضه النفسي، يبقى هما فعلا عندهم إعاقة مش إحنا.